تزامنا مع اتخاذ المؤسسات التربوية لقرار تطبيق القانون الداخلي ومراعاة الهندام والمظهر اللائق للدراسة، سنطرح لكم اليوم هذه القضية ونستطلع رأي المواطنين حول هذا القرار ونسبة قبولهم أو رفضهم له. أنا عجبني هذا القرار، عجبني خاطرش على جال التلاميذ عادوا مش محترمين المؤسسة، ودوكا قالوا لهم هذا القرار هندام مليح ولازم الشعر مقصوص، أنا عجبني أنا معاه. انا جو كرو بيان كو لو بوين دو ديبار سي لي بارون ليه باسكو كي يجيك اليف بشعرو اون كلاس اون بو ريان فير. كل واحد له حريته الشخصيه، واحد ما يتصرف فيه كيفاه تلبس وكيفاه تكون. انا هذا القرار راني معاه بنسبه 50% كيما راني كونتر ب 50%. لا عاد يطبق على الذر وعلى البنات سماني معاه، ولا عاد سما يطبق على فئه معينه انا ضده. كي نحفف لبني كي نعس لو 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 بونطالون تاعو ولا لا توني تاعو نحددها له يكون نظيف نورمالمون كي يروحون كلاس يكون واجد. المستوى الفكري تاع الانسان ما يقاسش بالهندام تاعو ولا الكوبا تاعو ولا كيفاه يعيش هو.